مرحبا والف تحية من عاصمة أبية شامخة، مدينة لقبها البهجة واسمها منحته لكامل البلاد، هي الجزائر البيضاء. أهلا بكم في أسرار الجزائر. كل مدينة أساطيرها وحكاياتها الشعبية. في هذه الحلقة نكتشف بعض أساطير مدينة الجزائر وما يدور حولها من قصص وحكايات. هذا القصر الذي جرى ترميمه مؤخراً كان طيلة فترة طويلة حديث الناس، وكان الكثيرون يقولون إنه قصر مسكون. في الأصل كان فندقاً فمستشفى فمدرسة، ثم جارت عليه الأيام فتداعت حجارته وساء صيته. هو قصر الريس حميدو وهذه قصته. La famille habitait au château des Moulins de 45 à 57. L'appartement était très grand et surtout ce qui était très beau c'était la terrasse. C'était au troisième étage sur la mer, du côté de la mer, et la terrasse et c'était vraiment magnifique. القصر الذي تتحدث عنه أنيسة جوغي كان منزلها ومدرستها. مدرسة ابتدائية مختلطة كان يديرها والدها. فغدات الحرب العالمية الثانية كان قصر دومولا يستقبل تلامذة من الفرنسيين والجزائريين. وكان المدير يسكن مع عائلته في الطابق الأخير. On avait les cours le matin, les cours l'après-midi, et entre les deux, on allait à la plage. On montait manger rapidement et on retournait à l'école. C'est vraiment les plus beaux, beaux souvenirs. لكن القصر لم يسلم من تداعيات حرب الاستقلال. ففي ربيع العام 62 قامت المنظمة العسكرية السرية OAS التي كانت تعتبر الجزائر فرنسية قامت بتفخيخ المبنى، ما أدى إلى تدمير جزء منه ومقتل مدرسة كانت تقيم في عين المكان. فتوقفت الدراسة وهجر المبنى كلياً. بعد استقلال الجزائر نزحت عائلات من الأرياف إلى العاصمة، واستقر عدد منها طيلة سنوات داخل هذا القصر الذي بات يعرف بقلعة الرئيس حميدو. وعلى امتداد العقود اللاحقة عرفت القلعة تدهوراً كبيراً في بنيانها بسبب النهب والإهمال، وراح يحكى أن القلعة مسكونة. الناس كانت تقول هذا القصر باللي مسكون، كان قال لك في الليل زعما يميل، قال لك يروح هكذا يجي هكذا، الناس كانت تخاف. كاين هنا ولاد حمتي حبوا يجريوه، حبوا زعما يسكنوه ويشريوه، قال لك لقينا فيها روحانيات، يقولوا الناس فيها روحانيات، شغل زيتي جبدوا روحهم، سيروتيري خلاوها. في ديسمبر عام 2015 بدأت أعمال الترميم والتدعيم لإنقاذ المبنى الذي كان مهدداً بالانهيار. هذا القصر الذي شيد مطلع الثلاثينيات كان في بداية مشواره فندقاً فخماً قبل أن تسمع جدرانه تأوهات جرح الحرب العالمية الثانية، ثم بعد الثورة ضجيج العائلات النازحة. لكن رغم تقلبات الدهر وأساطير الحي ظل قصر الريس حميدو صامداً لا يتزحزح كصمود الصخرة التي بني عليها. داخل هذا المقام ضريح مخصص لأحد الأولياء الصالحين، هو سيد الولي دادا الذي تقول أسطورة شعبية إنه أنقذ الجزائر بعصا سحرية في يوم خريفي من عام 1541. القصة الكاملة نرويها لكم في هذا التقرير.
رياح عاتية تنذر بعاصفة قادمة. نحن في أواخر أكتوبر من عام 1541، والإمبراطور شارل كان يحاصر بأسطوله مدينة الجزائر ويقصفها بنيران غزيرة أملاً باستسلامها. الأهداف المعلنة من حملته هي استعادة السيطرة على غرب البحر المتوسط وتأمين الطرق البحرية التي تعرقلها أعمال القرصنة المنطلقة من الجزائر. ويرافق شارل كان أسطول ضخم تشارك فيه عدة أمم أوروبية باستثناء فرنسا، نظراً لتحالفها مع السلطان العثماني سليمان القانوني. مئات من السفن الحربية وبواخر النقل تقترب إذن من الجزائر. على متنها أكثر من 12,000 بحار و22,000 جندي من ألمان وإيطاليين وإسبان وصقليين، إضافة إلى فرسان موطا. من جهته حاكم الجزائر حسن آغا يعزز تحصينات المدينة ويرفع معنويات جيشه المؤلف من 1,500 جندي كشاري عثماني و5,000 متطوع جزائري، غالبيتهم ممن طردوا من الأندلس بعد سقوطها. عقب الإنزال الأوروبي لم يتوقع الغزاة أن يصمد الجزائريون طويلاً نظراً للفرق الشاسع بين عديد الجيشين. بيد أنه عصر 25 من أكتوبر تلبدت السماء فجأة بالغيوم وبدأت تهطل أمطار غزيرة، وعند العشية هبطت الحرارة وهبت عاصفة هوجاء حطمت وأغرقت غالبية سفن الأسطول وأدت إلى ضياع المؤن والذخائر. واستمر هطول الأمطار 50 ساعة متواصلة حتى قضى على أي أمل لشارل كان بالانتصار. وفيما عزى الأوروبيون هذا الانتحار إلى أسباب مناخية، روى الجزائريون حكاية أخرى، إذ تقول الروايات الشعبية إن الولي دادا وهو أحد شيوخ المدينة من الأولياء الصالحين استشاط غيظاً لما رأى السفن الأوروبية تهاجم مدينته، فخرج باتجاه الشاطئ، وما إن غاصت قدماه في الماء حتى ضرب بعصاه البحر عدة مرات، فهبت عاصفة من أغرب العواصف حطمت في يوم واحد 140 قطعة بحرية بعدتها وعددها، ما دفع الجزائريين إلى استغلال الارتباك في صفوف أعدائهم فكثفوا هجماتهم وكان الانتصار. وهكذا عاد الإمبراطور شارل كان مهزوماً إلى بلاده، تاركاً خلفه الكثير من القطع الحربية والبحرية، كما 1,300 امرأة وطفل كانوا يرافقون أسطوله. عقب هذه الهزيمة المذلة لم يتجرأ أحد على مهاجمة الجزائر طيلة سنوات عديدة، ربما خوفاً من عصا دادا السحرية. كان يا مكان في قديم الزمان فتاة في غاية الحسن والجمال، وكانت تعيش في هذه الدار الفخمة بحي القصبة القديم، اسمها ختاوج العمياء. للحديث عن أسطورتها وقصرها يستقبلنا اليوم الأستاذ ستوى بدر الدين، وهو رئيس قسم النشاطات الثقافية في هذه الدار التي باتت المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. أستاذ ستواح، مرحباً وشكراً على استقبالنا في هذا القصر الجميل. مرحباً بكم سيدتي. شكراً. عفواً. بداية، ما قصة ختاوج العمياء؟ ختاوج العمياء هي البنت المدللة عند أبيها حسن خزناجي الذي بنى لها هذا القصر. الأسطورة تقول أنها كانت بنت فائقة الجمال، كانت تنظر باستمرار إلى مرآتها فانكسرت المرآة على وجهها فأصيبت بالعمي. هذه الأسطورة الأولى. أما الأسطورة الثانية فتقول أنها بكت لفراق أبيها عدة سنوات من النافذة الشمالية للقصر فأصيبت بالعمي. والحقيقة التاريخية أنها لم تعش إطلاقا في هذا القصر، فلنكتشف سيدتي معا هذا القصر. فضل. لازم تفضل. أستاذ ستواح، ما الذي نعرفه عن تاريخ هذه الدار؟
هذه الدار أو هذا القصر بني عام 1570 من طرف يحيى رئيس اللي كان قائد البحرية الجزائرية. بعد الاستعمار الفرنسي أصبح أول بلدية للجزائر العاصمة، ثم مقر إقامة القنصل الأول الإداري للجزائر. في سنة 1947 أصبح مركز صناعة التقليدية، وهو يعتبر آخر المتاحف العهد الاستعماري سنة 1961 أين اقتنيت جميع أو معظم التحف الموجودة حالياً، اقتنيت في سنوات الأربعينيات والخمسينيات. نكمل جولتنا في هذا المتحف. تفضل. وهل صحيح أنه في زمن الاستعمار الفرنسي اختار الإمبراطور نابليون الثالث هذه الدار كمقر له ولزوجته أوجيني؟ نعم هذا صحيح، وقد احتفل بعيد ميلاده مرتين في هذا القصر. فلنتفضل سوية لاكتشاف غرفته. تفضل. كما قلت لك سيدتي، هذه غرفة نابليون الثالث مع أوجيني والمتصلة بقاعة الاستقبال الخاصة به، والتي أحدث عليها تعديلات أو تغييرات من حيث البلاطات الخشبية كما نرى أو الزخارف الجبسية، وكذا تغطية صحن البيت أو القصر بغطاء لأنه كان يحتفل بعيد ميلاده في فصل الشتاء. أستاذ سطواح بدر الدين، شكرا جزيلا على استقبالنا وعلى كل هذه المعلومات، إلى اللقاء. عفوا سيدتي. بهجة ورسمك عنده قيمة، راني باتلك مرسول. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة عن أسرار بعض الأساطير الشعبية في العاصمة الجزائرية. نصدق أو لا نصدق، لكنها تبقى جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الشعبية. على نلقاكم في حلقة مقبلة، تقبلوا مني ومن الفريق العامل أطيب التحيات، إلى اللقاء. رسمك عنده قيمة، راني بعتلك مرسول، واجبيني يا عاصمة.